الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي قال انه اتعرض عليكم محمد صلاح وحضرتك اللي رفضت. محمد صلاح وحضرتك اللي رفضت في النادي الاهلي. انا طبعا اندهشت ان الحاج محمد عبد الوهاب صرح التصريح ده، ويمكن ما اعرفش انا ما سمعتوش، لكن انا قريته وحتى قيل ان هو ب 800,000 جنيه. طب يعني ينفع؟ طب نقارن المرحله. اولا انا كنت موجود 2010، يعني يمكن هو بيتكلم على المرحله دي. 2010 لو جبناها اعتقد محمد صلاح كان لسه ما ابتداش مع المقاولين، الا كان لسه متصعد للفريق الاول. يعني من 6 سنين كان لسه متصعد اعتقد 2010. يمكن بعديها ما رحت انبي كان لسه محمد صلاح حتى لعب قدامنا ماتش المقاولين وانبي. فيمكن وقتها كابتن محمد رمضان كان بيتولى مدير الكوره بالنادي المقاولين، وكان وقتها كابتن محمد عامر المدير الفني، وجالي محمد رمضان وقال لي قال لي عندنا لاعب ناشئ جديد محمد صلاح، لاعب جيد جدا وكده، هعمل له يعني ريكومنديشن للنادي الاهلي ان هو يبقى موجود كده. فقلت له طب ما تشوف يا رمضان وكده، قال لي طب. فسال طبعا وشاف ان ممكن ان النادي المقاولين يستغنى، رجع تاني قال لي لا، نادي المقاولين مش هيسيب الولد دلوقتي خالص. ده 2010. وفي الولايه الثانيه طبعا محمد صلاح كان سعره حتى كان لسه موجود في الدوري المصري اتقال ب 10 مليون وكده، مش 800,000 زي ما قال الحاج محمد ابو وهاب. لكن في الولايه الاولى ما تعرضش عليا حاج محمد ولا ب 800,000، لان حتى لو شفت المرحله اللي احنا كنا بنشتري فيها اللعيبه في الوقت ده كان فلوسها. لا كان ثلاث اضعاف 2010. لا كان في ناس ثلاث اضعاف الكلام ده. بتكلم على الولايه اللي بعديها بالظبط. بثلاث اضعاف الكلام ده. فازاي محمد صلاح لو كان هو بالتوهج ده هيتعرض عليه ب 800,000 مش هناخده؟ يعني الناس عندها لبسه في موضوع ابو تريكه. مين اللي جاب ابو تريكه في النادي الاهلي؟ ابو تريكه يعني هو يمكن مانو جوزيفي احد احتفالاتنا الخاصه في احد الفنادق، مش عاوز اقول اسم الفندق يعني. وكان لمه برضه سؤال وجه لي على ابو تريكه، فقال يعني لو عاوزين تشكروا حد على ابو تريكه فاشكروا الراجل دوت اللي هو انا كنت موجود طبعا في الاحتفال ده، لان هو اللي عمل ريكومنديشن لضروره وجود ابو تريكه. لان ابو تريكه كان عندنا لجنه فنيه في الوقت دوت، ويمكن اللجنه الفنيه بعضها كنا ما بين ان احنا في اسماء كبيره واحنا بنكون الفريق في 2004 انا وجوزيه. كان البعض قال لا ابو تريكه لا يصلح للنادي الاهلي، والبعض الاخر وانا كنت مصر على ابو تريكه. وطبعا كان برضو النظام عندنا في النادي الاهلي ما دام الجهاز الفني قال حاجه بتتنفذ. يعني وقتها قلت لا انا مصر على ابو تريكه، لان كان جوزيه سايب لي الحاجات دي طبعا، لاني ليه معرفتي باللعيبه المصريين. فقلت لا ابو تريكه مهم وابو تريكه لازم يجي. وطبعا ابتدت المفاوضات، وكنت انا والكابتن عادل القيعي يعني ابو تريكه دوخنا بس مش كتير يعني. مش كتير. اجتمعنا بيه 3 ايام في الفجر، كنا في بيت كابتن عادل القيعي، كنا بنجيب ابو تريكه. كان معانا صديق اسمه مجدي، ومجدي ده زملكاوي كبير جدا. لكن هو اللي كان بيبقى موجود مع ابو تريكه. سبحان الله. وخلصنا مفاوضات، ووقتها ابو تريكه برضه كان الزمالك موجود في المفاوضات. ويمكن المبلغ اللي احنا دفعناه لابو تريكه اقل من المبلغ اللي كان عرضه الزمالك، وابو تريكه وافق على المبلغ الاقل. علاقة حضرتك بابو تريكه في الولايه الاولى غير الولايه الثانيه تماما؟ علاقتي دواما مع ابو تريكه علاقه مميزه. والله؟ طبعا. ولسه على اتصال دلوقتي، ولسه لسه في عيد ميلادي طبعا برضه بعت لي الرساله ومهنيني. وعلاقه مميزه، والناس اللي انا يعني بعتز بيهم جدا، وبعتز بالتوازن بتاعه خلال وجودي معاه. لاعب مميز طبعا، بعيدا طبعا ان انا اتكلم عن امكانياته الفنيه، لكن شخصيته وتوازنه والتزامه من افضل اللاعبين اللي انا شفتهم في خلال مشواري، اذا ما كانش الافضل يعني في خلال مشواري مع النادي الاهلي. طيب تعالى اسال حضرتك كده اسئله الناس بعتها لنا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج السوبر، وبعديها هعرض لحضرتك فيديوهات واخد تعقيب من حضرتك عليها سريعا. عبودي خالد بيقول بترفض اوباميانج ليه بتاع دورتموند؟ حضرتك رفضت اوباميانج قبل كده في النادي الاهلي؟ اجتهدت، خلينا نسلم. ايه رايك في احمد حمدي؟ ده احمد ميدو. احمد حمدي لاعب الاهلي الناشئ، لاعب مميز جدا. وانا يمكن بعد مرحله المنتخب الاولمبي كلمت سيد عبد الحفيظ وقلت له ان في لاعب مميز جدا اسمه احمد حمدي عندكم، اهتموا بيه. ويمكن هو في اعاره دلوقتي في المقاولين، بتمنى له كل التوفيق، لكن لاعب مميز جدا يعني. طيب اللي بعده اخر حاجه. محمد بيقول ايه توقعاتك لماتش نيجيريا؟ ايه الفرقه القادمه ليك لو انت مكان كوبر هيبقى ايه التشكيل قدام نيجيريا؟ ايه توقعاتك لماتش نيجيريا؟ ان شاء الله باذن الله، اتمنى طبعا نوفق باذن الله، وان شاء الله نعمل حاجه. عندنا فرصه كبيره جدا في مباراه نيجيريا، نظرا لطبعا
وجودنا على يعني قمة المجموعة إن شاء الله. فإن شاء الله بإذن الله أتمنى إن احنا نكسب، إذا ما كسبناش نتعادل بإذن الله بحيث إن احنا نكسب هنا، وبالتالي بإذن الله تشكيل بقى. لا التشكيل لازم يعني أنا سمعت إن كوبر يعني ابتدى يحط في التشكيل وكده، اكيد نتيجه متابعته لنيجيريا مش هقدرش اقول تشكيل لما اشوف فرقه نيجيريا تقدرش يعني تقدر. اه طبعا لكن في ثوابت يعني في ثوابت لو انت مين؟ لو ثوابت انت هتتكلم على رامي وحجازي هتتكلم حراسه المرمى الحضري ولا الشناوي الماتش ده بتاع مين؟ حضرتك مدير فني تختار الحضري طبعا خبرته كبيره جدا يعني ينفعنا في ماتش زي ده طبعا برضه يعني يعني الموضوع ده عاوز بحثا يعني بحث بس هو عصام لكن يعني الحضري طبعا طبعا الحضري جاهز ويقدر يلعب المباراه دي طبعا بشكل كبير يعني بالحضري ده ابن العناصر الاساسيه هيتكلم على حجازي وربيعه برضه عناصر اساسيه ناحيه طبعا الرين. يعني لو قلت لك عمر جابر ولا كان المفروض احمد هقول لك لو قلت لك الباك ليفت والباك رايت اقول لك لازم اتفرج على فرقه نيجيريا والله طبعا طب حماده طلب ما انا بقول لك لازم اتفرج على فرقه نيجيريا افرض انا عاوز اعتمد على عنصر شايف فرقه نيجيريا ان هي الحته ديت مش محتاجه ان واحد يقف ويدافع بالشكل فممكن استغلها في الناحيه الهجوميه يبقى حماده طلبة مش هيبقى لي دور لو انا لا شايف ان الناحيه دي هتبقى خطر عليا وكده لا يبقى حماده طلبة لازم يلعب طيب هعرض لحضرتك بقى في اللي جاي ده فيديوهات سريعه وباخد من حضرتك تعقيب عليها ماشي كده يلا نبتدي مع حضرتك بالجزء ده يعني في صبر الرحيل انت بتقول برحمه فانا عاوز ايه من المباراه حد تعقيب ايه على الصوره دي لا مش على الصوره دي دي صوره حضرتك انا هحكي صوره وبضحك فيها هو لا هي صوره حلوه افتحوا لنا الفيديوهات يا جماعه يلا اول فيديو كابتن احمد عادل عبد المنعم وهو بيتكلم يلا كابتن حسام بدري مدرب مصر بعقليه أوروبية. عالميه 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 والله وجت ومسك في فتره صعبه وخد بطوله افريقيا في فتره صعبه جدا كابتن حسام بدري مسك في اصعب ظروف في النادي الاهلي مسك لما مستر مانويل جوزيه مشي وساعتها ما كان مستر فنجاده ما جاش في اخر لحظه كابتن حسام بدري مسك مدير فني كان اول مره يمسك فيها مدير فني في النادي الاهلي في الفريق الاول خدنا بطوله الدوري معاه السنه دي سنه 2009 2010 وبعد كده كابتن حسام رجع في 2012 بنلعب بطوله افريقيا من غير جمهور في ظروف صعبه كان في مشاكل قويه جدا ما بتلعبش دوري ما فيش ماتشات وديه ما فيش اي حاجه وخد بطوله افريقيا من الترجي في تونس لا طبعا كابتن حسام قيمه كبيره الواحد يتشرف انه اتمرن معاه تعقيب حضرتك كابتن انا بشكره يعني طبعا عادل طبعا وسعيد جدا بمستواه في الفتره الاخيره ويمكن انا كنت لسه في حديث بيني وبين طارق سليمان سعيد جدا بمستواه وسعيد كمان بشخصيته لان كون الفتره الطويله دي عادل بيقعد وقت ما بتحتاجه بتجده بالمستوى ده طبعا فيعني انا سعيد بيه جدا عادل وبشكره يعني طيب تعال نشوف مع حضرتك اللحظه ديت وتقول لنا رايك فيها ايه هي نقطه ممكن نخوض فيها لماذا نفشل في كره ككره تونسيه في المتر الاخير وهنا وقت التحاليل ينتهي الان وقت التكريم للبطل بجداره باستحقاق مبروك للنادي الاهلي اكيد طارق دياب ككوارشي قديم هذا ما يقول حسام البدري يقول له فريمون او حقيقه استهلت هذا الانتصار حقيقه كنت جديرين بهذه المباراة سيد عبد الحفيظ هذا العمري فاروق طبعا عضو المجلس إدارة النادي الأهلي وفي الواقع بعد الثورة صار وزير شباب الرياضة رئيس البعثة الأهلوية هنا سعيد أظن هشام سعيد على كل حال النادي الأهلي مرة أخرى يطلع البوديوم الذهبي تعقيب حضرتك كابتن طبعا دي من اسعد اللحظات في حياتي وفي مشواري يعني يعني ويمكن بيبقى شيء يعني من نوادر اللي حصلت ان السنه اللي قبليها تتذكر 2010 قصدي بطوله افريقيا وتصفياتنا في الادوار التمهيديه وفي نفس الوقت فاكر انت اما خسرنا 1-0 من الترجي في تونس بايد انرام والجون اللي جابه بايده كده صدقني في اليوم ده تمنيت ان انا العب الترجي تاني في تونس واخد البطوله في تونس فحصلت في الوقت ده فطبعا كانت لحظه بالنسبه لي طبعا مهم جدا طيب تعال نبص على الفيديو اللي بعده فاكر حاجه الفيديو ده؟ طبعا احمد حسن ما بيحبش يطلع من الملعب ما بيحبش يطلع من الملعب طول عمره هو بيحب ان يبقى متواجد في الملعب من اللعيبه الغيوره جدا اللي عندهم حماس كبير طبعا فعلى طول في اللحظه دي انا فاكر لما طلع كان بيتكلم معايا لكن طبيعي عادي قلت له ايه يا كابتن؟ قلت له خلاص يعني خلاص
فيش كلام يا احمد وخلاص بس ما تقولش اكتر من كده. لا خالص. طيب اللقطه اللي بعديها بقى دي يمكن دي لقطه الناس كلها لحد النهارده تفضل تذكرها لك، اللي هي ماتش الاتحاد الليبي. اما بكيت يعني؟ اه طبعا. الشديد القوي هو اللي خلى الكابتن حسام طبعا البدري طبعا هي الفتره ديت. طبعا خلي بالك يا ابراهيم طبعا في مباريات جماهير النادي الاهلي بتتذكرها مرات، مش مباراه مع حسام البدري بس، مباراه الاتحاد الليبي طبعا احد هذه المباريات لجماهير النادي الاهلي، ومباراه نفط تونس طبعا النهائي اللي هيفضل جماهير النادي الاهلي بتتذكرها. يا عمرنا ما شفنا الكابتن حسام البدري بيبقى اعتقد اصلا حاجه ما عملتهاش اصلا قبل كده لا خالص. لكن هي الفتره ديت وصعوبه، احنا كنا خسرانين في ليبيا في ليبيا 2-0 وفي نفس الوقت انا متذكر كنا معسكرين للمباراه ديت، وكان لابد ان احنا نفوز 3-0 عشان نتخطى الدور ده. واتذكر ان الكابتن الخطيب جالي في المعسكر في 6 اكتوبر وطلبني يعني، فكان عندي محاضره فبلغت هادي يعني بعد المحاضره هروح اقعد مع الكابتن الخطيب، ورحت قعدت معاه فقال لي انا جاي لك طبعا واخبار الفرقه ايه تمام وكده، قال لي انا بقول لك بنقل لك رساله انت تحت اي ظروف انت مكمل، لان كان الاعلام وقتها بيتكلم حسام البدري لما تاهلش المباراه ده صحيح. مش هيكمل، هيتم اقاله حسام البدري، هيتم الاستعانه من المدرب تاني. المباراه كانت صعبه، من افضل يعني من المباريات المميزه جدا للنادي الاهلي في الاداء وفي الشكل الخططي وفي التغييرات اللي تمت. صحيح. التغييرات اللي تمت انا تملي بتذكرها كده، ومن الحاجات اللي بتخلي الواحد يعني يستمر بالدعم، لا يعني حط الحاجات دي في مخه، لان هتيجي مباريات كتير عامل نفس التغييرات بالشكل دي اللي غيرت المباراه بشكل كبير جدا. فعشان كده يمكن تحولت لبكاء بقى هي. طيب هاخد بقى مع حضرتك سريعا كده صور، وبعدين عندي اسئله برضو كلها سريعه صوره، وكل صوره حضرتك هتوجه لها رساله. طب الاول الاسئله ماشي، ما جراش حاجه خليكم زي ما انتم. افضل فترات عملك في النادي الاهلي لما كنت حضرتك كمساعد لمانويل جوزيه في الولايه الثانيه، كمدير فني في ولايتك الاولى، كمدير فني في ولايتك الثانيه. الثلاثه مهمين جدا بالنسبه لي يا ابراهيم. حاجه تختار حاجه. الثلاثه مهمين جدا بالنسبه لي يا ابراهيم، لكن اكيد لو هتقول لي كده هقول لك الولايه الثالثه، لان حققت فيها بطولة افريقيا اللي هي طبعا دي بتبقى برضو وسام على صدر اي مدرب، وبالذات مع النادي الاهلي يعني بطولة افريقيا يعني. فيمكن هقول الولايه الثالثه، لكن الولايه الاولى مميزه جدا بقى. الثانيه يعني بقى الثانيه طبعا. طبعا ماشي. اسوأ قرار اخده الكابتن حسام البدري من وجهه نظره، كان الرحيل عن النادي الاهلي، ولا عدم ضم جون انطوي، ولا التعاقد مع محمد غدار؟ لا خلي بالك جون انطوي انا ما كنتش موجود، ما كنتش موجود ساعه ما جاء واختبر في النادي الاهلي. انا كنت في اجازه وكان الدوري موقوف، كان في منتخب، وكان شافوا مين ساعتها وحكم عليه؟ لا مش هنقول على اسماء بقى، كان يعني جهاز المساعد اللي كان معايا موجود معايا، وما جيت انا كان اخر يوم، الوكيل كان محدد له اخر يوم لان لابد كان في فتره قيد، وكان لابد يعني النادي الاهلي يدي رايه فيه يا اما يروح اختبار في النادي الثاني. فالمساعدين اللي كانوا موجودين معايا قالوا لي ان جون انطوي يعني مش هيفيدنا قوي، فبالتالي اخذت القرار على كده. برضه غدار بالنسبه لغدار بترجعني انت ذكريات، كان برضه القيد هيقفل واحنا ما عندناش راس حربه فمحتاج وغدار كان بيلعب في لبنان. فاحنا خدنا راي كابتن زيزو، هو كان مدربه في النجم في النجمة اللبناني فكابتن زيزو اشاد بيه. طيب حضرتك برضه ما جبتنيش على السؤال، بس افضل لاعب عملته. لا ما انا بقول لك كابتن زيزو اشاد بيه. لا بتقول انا كنت بسال حضرتك اسوأ قرار ايه؟ الرحيل على الاهلي ولا عدم ضم جون؟ الرحيل على الاهلي طبعا. الرحيل على الاهلي طبعا. طيب
افضل لاعب تعاملت معاه في النادي الاهلي كتير. حاجة هتقول لي اسم واحد، ابو تريكا، يا جمعه. انت بتصعب الامور كده. والله يرحمه محمد عبد الوهاب، هو اطيب واحد طبعا محمد عبد الوهاب، يعني اطيب يعني واحد، كان اطيب واحد، لكن هيبقى صعب المقارنه بين ابو تريكا ووائل جمعه. واحد واحد صعب المقارنه بينهم، اول اتنين مميزين يا ابراهيم واحد. صدقني والله، خلي بالك انت مالك، كنت بضرب مثل بيهم. طيب. لان حتى انت عارف احنا في النادي الاهلي لابد نيجي الصبح نقعد على الدكه شويه كده، لو تشوف التزام وائل وابو تريكا لحد النهارده، لحد النهارده الاثنين ملتزمين. لا في التزام، لحد النهارده جمعه ملتزم، ولحد النهارده ابو تريكا ساعدوني ملتزم. ساعدوني كتير جدا، خلي بالك دول، برغم ان انت ناس بتقول بقى دول ساعدوني مع الفرقه كتير جدا الاثنين دول. يعني ابو تريكا هو الجمعه ساعدوا، فلا مش هقدر. مش هتقدر. خلاص ماشي، انا هعفي حضرتك من السؤال ده، بس كده مش مش هقدر اعفي حضرتك من الاسئله اللي جايه. لا اعفيني من السؤال بتاع ابو تريكا. هو هنعدي بقى بسرعه كده، وهاخد برضو حاجه تقول لي اسم وحيد، لان انا برضو لسه عندي كمان رسائل مهمه عايز حاجه توجهها. افضل لاعب قلنا خلاص، اكتر لاعب ارهقك كمدرب من هؤلاء، احمد حسن ولا بركات ولا سيد معوض؟ انتوا مصعبين. ارهقني يعني تعبك في ال، بص التلاتة دول خلي بالك صعب في التعامل، مميزين معك جدا. ويمكن هختار واحد تملي انا بشيد بيه وبامكانيات انه صعب يتعوض في النادي الاهلي برضه. يعني احمد حسن صعب، بركات، لكن سيد كان بيزعل على طول، لكن انا كنت بعرف اتعامل مع سيد معوض. سيد معوض سريع الانفعال، ماشي، لانه طيب جدا، يبقى ده تمام. فكان ده بياخد بيه سيد، لازم وقت. لازم اكلمه كتير، لازم اعرف امتى. طبعا، لانه كان بيزعل على طول سيد. افضل محطه تدريبيه غير النادي الاهلي، المريخ السوداني ولا الاهلي الليبي ولا منتخب مصر الاولمبي؟ افضل، لا المريخ السوداني طبعا. المريخ السوداني. افضل لاعب، افضل لاعب مصري حضرتك عصرته كلاعب ومدرب. طب الاول ماشي انا من عندنا، حط الحضري بقى. افضل حارس في مصر احمد الشناوي. لا انت في مصر تقول عصرته. لا اهو الشناوي ولا شريف اكرامي ولا المجد سليمان؟ افضل حارس في مصر. لا شريف الافضل طبعا. شريف الافضل في الثلاثه، يعني لو جبت لي الثلاثه دول هقول شريف الافضل طبعا. شريف اكرامي طبعا. طيب يلا اللي بعده. افضل لعيب بقى حضرتك عصرته مين؟ بيبو، ابو تريكا، بركات. كابتن الخطيب طبعا، ظاهره لن تتكرر يعني. كابتن الخطيب ماشي. اللي بعده. ظاهره لن تتكرر فعلا يعني. افضل مباراه حضرتك خطها كمدير فني، ترجي، الاتحاد الليبي، الزمالك في نهائي كاس مصر. انت لسه كنت بتكلم على الثلاث مباريات دول النهارده. والله يعني مع احد الاخوه الاعلاميين. والله مع احد الاخوه الاعلاميين في المصري اليوم بنتكلم، فبيكلمني، فكنت لسه بكلم على الثلاث مباريات دول بالنسبه لي. اختار لي بقى واحده منهم بقى كابتن. لا طبعا هتكلم على الزمالك، كانت مباراه ممتعه، بس لو في كل حاجه في اجمالي وبطوله هتكلم على الترجي طبعا. الترجي. طيب ممكن تنقلونا لفقره الرسائل بقى، الصور بقى، الصور بقى. يلا مانويل جوزيه. لا احمد درويش اللي عامل لي كل الاختبارات الصعبه دي ولا مين؟ ولا في اشاوس احمد درويش طبعا. طبعا احمد درويش طبعا منهم طبعا، يعني لازم يصعب الامور. دي اصعب حاجه في يعني، دي الفقره دي اصعب حاجه في الشغل. ماشي مانويل جوزيه تقول له ايه؟ استفدت منه كتير طبعا، مدرب هيفضل في ذاكره جمهور النادي الاهلي وفي الذاكره بتاعتنا. اتفقت معاه في حاجات كتير واختلفت معاه في حاجات كتير، بس انا اخلصت له بشكل كبير جدا وساعدته بشكل كبير جدا، وهو مدرب كبير. والعلاقه بقت وحشه دلوقتي؟ العلاقه دلوقتي حصل فيها اختلاف، يعني الاختلاف اللي حصل بيني وبين مانويل جوزيه ان انا كان الاسلوب بيني وبينه محدد في حاجات كتيره جدا. بعد ما توليت الاداره الفنيه للنادي الاهلي اختلف مانويل جوزيه، مش عارف ليه. طبيعي. لا مش عارف ليه يعني، لكن انا بشيد بيه في حاجات كتيره جدا، بقول لك اتعلمت منه كتير. مدرب كبير لكن بعد ما توليت مش عارف العلاقه، مش عارف اختلفت ليه. يلا اللي بعد. كابتن حسن حمدي. رسالة مقتضبة سريعة. قيمة كبيرة جدا، ومن الناس اللي انا اتعلمت منهم كثير، والناس اللي انا بحبهم جدا يعني. ماشي. كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ساعدني في حاجات كتير جدا، وخلي بالك هو اللي كان السبب الرئيسي ان انا بقى موجود في مراكز كتيرة في النادي الاهلي، يعني حتة مدير الكورة. لانه اتكلمنا قبل اما حصل تغيير اثناء البونفريرا ما كان موجود، وكنا معسكرين، كان ادوا الاشراف للكابتن الخطيب. اشراف الكوره، كنا موجودين في اسكندريه بنبحث عن مدير كوره. ثابت البطل الله يرحمه موجود في ليبيا،
فكنت قاعد انا وهو فتحي مبروك بنتكلم على مين يبقى مدير كوره وكده. فاتكلمنا طب هنجيب ثابت من ليبيا، هيرجع ثابت، طب طاهر الشيخ، نشوف طاهر الشيخ كده. فكابتن الخطيب قال انتوا عارفين مين ممكن يمسك مدير كوره؟ فقلت له مين يا كابتن؟ فبيقول لي انت. قلت له انا. فقال لي انت. فحصل فعلا بعد كده لما احنا جبنا ثابت من ليبيا، وبعد كده اما ثابت توفاه الله لقيت نفسي مدير كوره تاني نتيجه الكلمه اللي قالها كابتن الخطيب دي. طيب هاخد الرساله في الصوره اللي جايه. المهندس محمود طاهر رسالة يعني سريعة برضه قبل اما يتولى طبعا رئاسنا الاهلي، انا على يعني صداقة بيه، وانا عارف ان هو بيسعى بشكل كبير جدا ان هو يعمل انجازات للنادي الاهلي، وربنا يوفقه ان شاء الله. طيب الحاج محمد عبد الوهاب. الحاج محمد عبد الوهاب انا بستغرب من تصريحك الاخير يا حاج محمد عبد الوهاب، لكن هو طبعا على طول بيجتهد في حته ان هو يضيف للنادي الاهلي في اضافه لعيبه جداد، وده من الاشياء المميزه فيه يعني. كابتن حسام انا عندي صوره الحقيقه ما عرضتهاش، بس مهمه جدا ان انا اعرضها لحضرتك. صوره جماهير النادي الاهلي تحب تقول لهم ايه؟ فعلا مفتقدينكم يعني، برغم ان انا مش موجود في النادي الاهلي دلوقتي، لان مفتقدين فعلا جماهير النادي الاهلي. ليكوا دور كبير جدا في البطولات اللي حققها النادي الاهلي. انتوا جمهور عظيم بكل الطوائف اللي موجوده، بالجمهور القديم، بالالتراس، انتوا جمهور عظيم وهتفضلوا جمهور، اعظم جمهور في افريقيا وفي الدول العربيه، فعلا هو جمهور النادي الاهلي يعني. هل في يوم من الايام حضرتك فكرت انك مدين بالاعتذار لجماهير النادي الاهلي؟ لا، لو كنت عملت اي خطا، لكن انا على طول بحبهم، وعارف ان الحمد لله ان جمهور النادي الاهلي بتحب حسام البدري الحمد لله. كابتن حسام انا بشكر حضرتك، شكرا. انا بشكرك جزيلا جدا، انك شرفتنا ونورتنا وقدمت. انا اللي سعيد وبالتوفيق، وبقول لك حاجه سوبر فعلا، وربنا يوفقك دايما كده ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن حسام. الوجهه المقبله لكابتن حسام البدري هتبقى فين؟ احتمال كبير جدا تبقى بره مصر يعني، في فعلا احتمال قريب يبقى بره مصر كده، بس هنشوف الاسبوع الجاي هتحصل. طب حدد لنا دوري وما تقولش الاسم. لا، الاسبوع الجاي هتحصل ان شاء الله قريب. طب حضرتك هتقول لنا قبل اي حد؟ باذن الله ان شاء الله. كابتن حسام بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. كابتن حسام البدري كان السوبر النهارده في حلقتنا، حلقه يوم الاربع. احنا ان شاء الله باذن الله هنبقى موجودين مع حضراتكم يوم السبت المقبل في نفس ميعادنا الساعه 12 ونص من السوبر. كابتن بشكر حضرتك، شكرا جزيلا انك شرفتنا ونورتنا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل، سهرناكم وتعبناكم، لكن الحوار كان ممتع جدا وكان مهم وفي توقيته. كل تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله في لقائه امام منتخب النيجيري يوم الجمعه، ونرجع يوم السبت واحنا بنتكلم في الكوره وبنتكلم في منتخب مصر وهو كسبان ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير، تصبحوا على الف خير، سلام عليكم.